لو الحكاية فيها إن فيتو. وأكثر ما يغيظك في هذا المشهد المنفهر وهذه الرياح الهوجاء أن الإسلام وهو البريء صار متهما، وأن المسلمين وهم الضحايا صاروا الجناة، وألبس الحق ثوب الباطل، بل وألبس الباطل ثوب الحق، واتشح الذئاب بجلود الضأن. وأكثر من هذا غيظا وكمدا أن نرى من بني جلدتي ممن يتسمون بأسمائنا، ممن يدينون بديننا، ممن يعيشون بيننا، أن نرى منهم طائفة لا أقول بيمننا ولكنها زرعت فينا. هذه الطائفة لم تقتل المسلمين فحسب، بل الأنكى من ذلك أنها تبرر لهذا القتل، بل والأشد من ذلك نكاية أنها تستحل وتريد أن تجعل من الشريعة السمحاء بكاءة وحجة لاستحلالها لهذا الدم الطاهر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا كان من الواجب على أهل العلم والدعوة وسط هذه الشبهات التي تثار حول الإسلام وهذه السهام التي يرمى بها هذا الدين الحنيف جهار النهار عيانا بيانا، كان لزاما أن يبرز للناس موقف الإسلام في هذا